مصر تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فعالية نظام العقوبات الأممية. لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون لوقف مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية قيمتها 300 مليون دولار. الصدر يدعو إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، والمحافظات للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات والقانون المنظم لها. العاشرة صباحا في القاهرة، السادسة بتوقيت الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل، أهلا بكم. عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة حول تحسين فعالية نظام العقوبات الأممي، وذلك بمبادرة مصرية خلال رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري. أكدت مصر أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فعالية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة، ودعت مصر المجلس إلى تحمل مسؤولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه والدافعة نحو المزيد من التطوير لمنظومة العقوبات إلى أفعال. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق. سيد سفير صباح الخير. صباح الخير، أهلا أهلا بك. سيد سفير، يعني قراءة حضرتك لأهمية المبادرة المصرية لتحسين فعالية نظام العقوبات الأممي. في الحقيقة مبادرة مهمة، لأن معظم قرارات مجلس الأمن تصدر وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فبالتالي ما بيبقاش وراها قوة إلزامية، يعني بتبقى متروكة للاختيار الأعضاء أو للتعاون مع مجموعات إقليمية أو دول لها مصالح في شأن القرار الصادر. وبالتالي اللي بيبقى فيه دول مش يعني تتهرب أو لا تهتم بتطبيق ما يصدر من عقوبات، خاصة في القضايا العامة زي مثلا قضية الإرهاب. الدول التي تمول او يعني تدعم او تسلح او تأوي الارهابيين، فبالتالي او تتيح لهم منصه عالميه، فده يعني دول كتير تشارك في القرار وتؤيده، ولكن عند التطبيق ما بيبقالهاش دور فعال. فمن هنا مهم جدا ان تعاون الدول في تطبيق هذه القرارات وتفعيلها حتى يكون لها فعالية في خدمة السلم والأمن والاستقرار في المناطق المختلفة، خاصة في منطقتنا الشرق الأوسط. نعم. احنا شايفين إنها بقت منطقة مضطربة، وهي منطقة تعتبر يعني قلب العالم، سواء اقتصاديا استراتيجيا سياسيا، لها تأثير على مصالح كثير من الدول. وبالتالي شفنا إن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة بدأت تهتم بتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط، لما له من تاثير على استثماراتها، تجارتها، مصالحها الاستراتيجيه، دورها في المنطقه، احساسها بان دول اخرى بدات تنافسها. فبالتالي من هنا التعاون بين هذه الدول زي التعاون الحالي القائم بين مثلا روسيا وامريكا من ناحيه، ومصر وروسيا وامريكا والدول اللي بتكافح داعش. شفنا ان بدانا نوصل الى نتائج
إيجابية في الأزمة السورية وتحقيق مناطق تخفيف القتال بالنسبة للجماعات الغير إرهابية، بحيث أن يبقى محاصرة الجماعات الإرهابية. نعم. نفس الشيء بيطبق الآن، بنحاول أن احنا نطبقه في ليبيا. فدي عملية في الحقيقة مهمة، أن القرارات ما تبقاش مجرد أنها قرارات صدرت وبعض الدول تطبقها والبعض الآخر لا يطبقها. نعم. وهنا بيسترشد بالقرارات السابقة اللي أصدرها مجلس الأمن بالنسبة لعملية مكافحة الإرهاب. ففي عدة قرارات، فلابد من ربطها ببعضها بحيث أن يبقى في يعني سلسلة متكاملة من القرارات وجهود متكثفة من المجتمع الدولي، جهود جماعية. نعم. على نمط مكافحة داعش. نعم سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق، شكرا جزيلا لك. عاد وزير الخارجية سامح شكري إلى القاهرة عقب زيارة إلى الخرطوم، ترأس خلالها مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، ترأس اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين. أكد شكري خلال الاجتماعات توافق وجهات النظر بين الدولتين بأن مختلف القضايا في المنطقة العربية في سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن ضرورة التنسيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب. ملفات شائكة وأخرى تقليدية طرحت خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري نظيره السوداني الدكتور إبراهيم غندور بالخرطوم. الجانبان ناقشا سبل التعاون الثنائي المشترك وكذلك التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. أما لجنة المشاورات السياسية الموسعة فقد ناقشت التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين. نحن نعمل من خلال هذه اللجنة كما تفضلتم لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة والعمل على تفعيل المشروعات الاستراتيجية التكاملية وجعلها موضع تنفيذ، ونتناول هذه القضية بأجزاء مختلفة مما يؤدي إلى تحقيق المصلحة منها. وأرجو أن أشير ابتداء إلى أن الاجتماعات الراتبة لهذه اللجنة قد أفلحت في حل الكثير من الإشكالات وعبرت بنا إلى مرحلة نحن ننظر إلى أنها مرضية لعلاقات الشعبين والبلدين، ولازمنا نتطلع إلى المزيد. كذلك طرح الجانبان خلال أعمال اللجنة سبل التعاون بين البلدين في مجال نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال تدريب مجموعة من الدبلوماسيين السودانيين في معهد الدراسة الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية بالقاهرة. اتفقنا كذلك على توقيع مذكرة التفاهم للتدريب الدبلوماسي بين البلدين، وسيغادر بإذن الله مدير مركز الدراسات الدبلوماسية ودعم القرار بوزارة الخارجية السودانية إلى مصر لتوقيع مذكرة التفاهم مع شقيقه أو شقيقته، شقيقته مديرة المركز في وزارة الخارجية المصرية. وفيما يتعلق بملف في مياه النيل وسد النهضة، أوضح الوزير شكري أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية في أسرع وقت ممكن لضمان الانتهاء من الدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية. بالتأكيد أنه قضية سد النهضة هي قضية تهم مصر والسودان باعتبارهما دول مصب وأيضا الشقيقة أثيوبيا للعلاقة التي تربط بين الدول الثلاث، وأيضا الوثيقة الهامة التاريخية التي تم التوقيع عليها في الخرطوم اتفاق المبادئ، ونرى أنه التنفيذ السليم الكامل لما تم التوصل إليه من اتفاق هو الذي يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي متسقة مع المبادئ الدولية، هو الذي يكون المسار نحو تحقيق مصالح الدول الثلاث. ويأتي انعقاد هذه اللجنة وسط تحديات تواجه البلدين داخليا وخارجيا، مما يستلزم تنسيقا يضع المصالح العليا لشعبي البلدين في مقدمة أولويات القيادة السياسية في مصر والسودان. ويرى المراقبون أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لقطع الطريق أمام محاولات البعض لزرع فتنة بين بلدين شقيقين يجمعهما شريان واحد وتاريخ يمتد لآلاف السنوات. من وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، شريف رضوان، التلفزيون المصري.
استشهد أمين شرطة ومواطن وأصيب 3 مواطنين آخرين إثر إطلاق مسلحين 2 يستقلان سيارة إطلاق النار على أحد التمركزات الأمنية المتحركة بمركز إسنا بالأقصر. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة عمله بدائرة شرطة إسنا اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، وحال استيقافهما قام مستقلوها بإطلاق العيارة النارية تجاه القوات. قامت قوة الكمين بمطاردة المتهمين وتمكنت من ضبط إحداهما وسيارة وجاري تعاقب المتهم الآخر لضبطه. أكد وزراء الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر أهمية التصدي للحملات الإعلامية داعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر. وأكد وزراء إعلام الدول الأربع في ختام اجتماعهم الذي عقد في جدة، أكدوا رفضهم القاطع للدعاوى الموجهة لتسييس الحج والزك بهذه الشعيرة الدينية لخدمة أهداف سياسية مغرضة. كما تناول الاجتماع مجموعة من المقترحات حول تعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية المدعوم من حكومة قطر. أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشرعون بأنها مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا مقابل 4 لصالح مشروع القانون المعروف باسم تايلر فورس، بعد أن قتل فلسطينيا أمريكيا يبلغ من العمر 29 عاما طعنا حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي. ويجب أن يقر مجلس النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون، ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف مبالغ يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا. عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في مدينة القدس ومحيطها استعدادا لصلاة الجمعة، ولم تضع شرطة الاحتلال الإسرائيلي أي قيود على المصلين لدخول المسجد الأقصى أو البلدة القديمة. كانت مدينة القدس قد شهدت مواجهات واسعة خلال الأسابيع 3 الماضية بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، يعني كيف تبدو الأوضاع لديك قبيل ساعات من أداء صلاة الجمعة اليوم؟ نعم، بطبيعة الحال القوات الإسرائيلية تنتشر في كل مكان في مدينة القدس المحتلة وعند أبواب المسجد الأقصى. هي كثفت ويبدو أنها ترسخ إلى أمر واقع جديد وهو الانتشار تحديدا في يوم الجمعة. يعني هذه عدم تحديد القيود ليس يعني أمرا يجب أن نكتفي عنده فقط، ولكن أيضا إسرائيل اليوم صباحا قامت بتسليم أحد حراس المسجد الأقصى، أمر إبعاد يستمر لمدة عام عن باحات المسجد الأقصى وعن المسجد الأقصى وبداخل البلدة القديمة. يبدو أنها تحاول اليوم تكريس أمر واقع وهو إبعاد المخبطين شيئا فشيئا. هي تتدرج بإجراءاتها العقابية لما حدث في الآونة الأخيرة، ويبدو أيضا أن زيارة الملك الأردن إلى رام الله وأيضا دعمه لموظفي الأوقاف وصرف مكافآت، يبدو أن إسرائيل تريد أن توجه رسالتين سواء للفلسطينيين بأن السيادة ما تزال أو لا تزال مع الجانب الإسرائيلي وهي التي تستطيع أن تفرض قيود متى تشاء، وأيضا الرسالة الثانية للأردن وهي أن موظفي الأوقاف في طبيعة الحال هم موظفون أردنيون، وبالتالي تحاول أن تبعد هؤلاء الموظفون عن يعني أماكن عملهم. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية أبرزها مخيم قلبيا، وقامت باعتقال شابان فلسطينيان، وأيضا اعتقلت نائب في المجلس التشريعي وهو النائب محمد أبو طير وهو بطبيعة الحال مبعد عن مدينة القدس، يعني يقطر في حي من أحياء
القدس داخل جدار الفصل العنصري أيضا. حاول العديد أو المئات من المستوطنين أيضا ليلة أمس اقتحام قرية كوبر، وهي القرية التي ينتمي إليها الشاب الذي نفذ عملية طعن قبل عدة أيام وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين. من جهة أيضا يعني قامت قوات الاحتلال بالسماح بدفن 4 جثامين، وهي الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل منذ عشرات السنين، وهؤلاء الأربع جثامين تم تسليمهم إلى أهلهم. لا يعرف إلى هذه اللحظة كيف ستتم آلية التسليم ومتى وأين. نعم ثروة شقرة مراسلة النيل من رام الله، شكرا جزيلا لك. أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم أمرا يحظر النشر في تحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضيتي فساد، وذكر الطلب الذي تقدمت به الشرطة للمحكمة من أجل استصدار الأمر أن تهم المواجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والغش وخيانة الثقة. تعد هذه المرة هي الأولى التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي. أفاد مراسل النيل بسقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الغربية. كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد دعت أهالي منطقتي مسكنة ودير حافر ومحيطهما بريف حلب الشرقي إلى العودة إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور صباح الخير. صباح النور نجلاء. يعني أنور، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم نجلاء، اليوم الجمعة انفجرت سيارة مفخخة ضربت مقرا لهيئة تحرير الشام الإرهابية في ريف المهندسين بالقرب من بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي. أسفر هذا العمل عن مقتل عنصران من هيئة تحرير الشام وجرح آخرين، وكما تعلمين أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة الفصائل الإرهابية، وبحسب شهود عيان من المنطقة أنه سقط ما لا يقل عن 10 أشخاص بين قتيل وجريح، حيث تشهد هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية بين الحين والآخر انفجار سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الجهة المسؤولة عن هذا التفجير. وفي غضون ذلك أي صباح اليوم لقي نحو 18 شخص مصرعهم ومعظمهم من عائلة واحدة إثر قصف لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على مدينة الرقة. وبحسب نشطاء سوريين أن التحالف نفذ 44 غارة جوية على أحياء مدينة الرقة خلال 48 ساعة، وأشاروا إلى أن طيران التحالف استهدف حي جامع الإمام النوري وسقط قتلى وجرحى جراء هذا القصف الجوي من قبل قوات التحالف على حارة البدو وحي السكنة في مدينة الرقة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية من جانب وعناصر تنظيم داعش من جانب آخر، تزامنا مع قصف من قبل قوات عملية غضب الفرات وقصف آخر من قبل طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق سيطرة داعش في مدينة الرقة. وهناك خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال، حيث شن مسلحو داعش سلسلة هجمات انتحارية ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة عبر سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة لعرقلة تقدم مقاتلي قسد في مختلف محاور الرقة، ما أسفر عن إصابات عديدة بصفوف قسد. وبحسب وكالة أعماق وهي تابعة للتنظيم داعش، قتل نحو 40 عنصر من وحدات الحماية ودمر لهم 4 نقاط تمركز وعربة حمر وسيارتين بهجوم استشهادي في سوق الهال مدينة الرقة، ولم يصدر عن قيادة قسد أي توضيح حول هذه الهجمات. لو سمحتي نجلاء، هناك يعني مع وضوح الدور التركي والتدخل التركي الواضح في الأزمة السورية، طردت ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض عضو وفدها خالد المحاميد، وذلك بسبب تصريحات هاجم فيها الدور التركي في الأزمة السورية. وقالت الهيئة في بيان أن تصريحات المحامي تعبر عن رأيه الشخصي. بس أود أن أقول أنه قال المحامي أن الحرب على سوريا انتهت والرئيس الأسد انتصر، وهذا ما أثار غضب الهيئة. نعم أنور رعد مراسل النيل من دمشق، شكرا جزيلا لك.
نجحت مصر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين وبالتنسيق مع روسيا في التوصل إلى اتفاق هدنة بريف حمص الشمالي، وذلك بموجب اتفاق القاهرة الموقع في يوليو الماضي بين عسكريين روس وممثلين عن المعارضة السورية. ذكرت موسكو أن الاتفاق يشمل 84 تجمعا سكنيا مع عدد سكان يفوق 147 ألف نسمة. للمرة الثانية في أقل من أسبوعين نجحت مصر بالتعاون مع روسيا في التوصل لاتفاق هدنة بريف حمص الشمالي بوسط سوريا، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بالقاهرة في يوليو بين عسكريين روس وممثلين عن المعارضة السورية. وقف إطلاق النار بدأ اعتبارا من الخميس على أن يتم من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية إلى ريف حمص الشمالي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد اتفاق بين الجيش الروسي وفصائل المعارضة المسلحة بهدف تشكيل منطقة ثالثة لخفض التوتر. نتيجة لاجتماع القاهرة بين روسيا والمعارضة السورية تم التوصل إلى اتفاق حول منطقة ثالثة لخفض التصعيد شمالي حمص، وانسجاما مع الاتفاقيات ستتوقف وحدات المعارضة المعتدلة والقوات الحكومية عن إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة. وحسب المصادر الروسية فإن الاتفاق يشمل 84 بلدة مع عدد سكان يفوق 147 ألف نسمة، ومن بين المدن التي يشملها وقف إطلاق النار الرستن وتلبيسة والحولة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عام 2012، وهي منطقة خفض التوتر الثالثة التي تتم إقامتها بعد منطقتين في جنوب غرب سوريا والغوطة الشرقية بالقرب من دمشق. ومن المقرر إعلان منطقة رابعة في إدلب شمالي غرب البلاد بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مطلع يوليو خلال محادثات السلام في أستانا برعاية روسيا وإيران وتركيا. وسبق أن تم نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في منطقتي نزع التوتر الأخريين في الغوطة الشرقية بريف دمشق وفي جنوب سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار. دعا زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرات حاشدة اليوم في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد والمحافظات المختلفة، وذلك للمطالبة بتغيير مفوضات الانتخابات بأعضائها وقانونها. اعتبرت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات التي يقودها الصدر في بيان لها أن تلك المفوضية تسببت في تفاقم أزمات العراق، وأوضحت أن هذه التظاهرات ستكون خطوة أولى محذرة من اتخاذ خطوات تصعيدية والبدء في اعتصام مفتوح إن لم يتم الاستجابة لمطلب تغيير المفوضية. سيطر الجيش اليمني على مركز مفرق المخا غرب مدينة تعز بعد معارك قتل فيها 8 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح، كما دمر أطقم وآليات عسكرية في ظل تراجع كبير للميليشيات. كما قصفت طائرات دول التحالف العربي تجمعات ومواقع في محيط مفرق المخا وتعزيزات للميليشيات في يختل وأخرى في الهاملي غرب مدينة تعز، بينما دمرت مدفعية الجيش طقما عسكريا وقتل جميع من كانوا على متنه من الميليشيات الانقلابية في شارع 50 شمال مدينة تعز. من ناحية أخرى تمكنت القوات الحكومية في غرب محافظة حجة الساحلية أقصى شمال غرب اليمن من إحكام السيطرة على آخر طرق إمداد الميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي والتباب المطلة على المدينة. أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شاهد خاخان عباسي اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين، وتم حل الحكومة بعد عزل نواز شريف الجمعة الماضي، ويشمل التشكيل الجديد معظم الحلفاء الأقوياء لرئيس الوزراء السابق. عين آصف خواجة الذي كان مسؤولا عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء وزيرا للخارجية، أما حسن إقبال الذي كان مسؤولا عن لجنة التخطيط فسيتولى حقيبة الداخلية.
أعلنت الشرطة الأسترالية أن المخطط الذي أحبطته في الأيام الأخيرة قبل أن يستهدف طائرة تم بتوجيه من مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي. اعتقل 4 رجال في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداء داخل الطائرة باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، مما دفع السلطات إلى تجديد الإجراءات الأمنية في مطارات البلاد. نعى المجلس الأعلى للثقافة الدكتور المفكر علي سمان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما بالعاصمة الفرنسية باريس. شغل الراحل علي سمان منصب رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام أوروبا ورئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام مصر وسكرتير عام الجمعية المصرية الأوروبية للإعلام الاقتصادي ومقرها الرئيسي في سويسرا وغيرها من المناصب، كما له العديد من الدراسات والأبحاث. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. مصر تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فعالية نظم العقوبات الأممية. لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون لوقف مساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية قيمتها 300 مليون دولار. الصدر يدعو إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير بوسط بغداد والمحافظات للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات والقانون المنظم لها. انتهت النشرة. المزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nar.eg. إلى اللقاء.